الأستاذ جميل عفيفي الكاتب الصحفي. أستاذ جميل، بعد التحية، قراءتك لكل التصريحات التي جاءت طبعا في هذه الاحتفالية الهامة اللي حضرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلقة بيوم تفوق الجامعات المصرية. هو طبعا احنا لازم نتوقف أمام اليوم ده كثيرا، لأن يوم اهتمام الرئيس بالتعليم واهتمام الرئيس بجودة التعليم أيضا واهتمام الرئيس أيضا بالشباب والأجيال الجديدة من أبناء الدولة المصرية. احنا في مرحلة في الوقت الحالي إعادة بناء الشخصية المصرية بشكل سليم. إعادة بناء الشخصية المصرية يأتي عن طريق التعليم، عن طريق الصحة، عن طريق الثقافة. فإحنا في الوقت الحالي وجدنا أن هناك تطور كبير جدا في العديد من المجالات، وخاصة في مجال التعليم. يعني إحنا شفنا خلال منذ عام 2014 بدأت الدولة في تنفيذ استراتيجيتها في تطوير وتحديث التعليم، وكانت على مراحل. المرحلة الأولى هو بناء البنية الأساسية في مجال التعليم خلال إنشاء الجامعات الأهلية والجامعات التكنولوجية في كافة محافظات الجمهورية. ثم بعد ذلك عملية التطوير والتحديث والبدء في برامج التعليم المختلفة في مجال التكنولوجيا والمجالات اللي بيتطلبها سوق العمل في الوقت الحالي. يعني لو شفنا الرئيس دايما بيتحدث عن التعليم التكنولوجي، يجب أن يكون هناك عدد كبير من الجامعات ساهم في خلق فرص عمل. وتم الإعلان من قبل سيادته أنه هيتم تخصيص مبلغ من صندوق تحيا مصر أو نصف تكلفة إنشاء 17 جامعة تكنولوجية، ويمكن ده أسعد الكثير. بالضبط، ده يسعد الكثير، وده بداية حقيقية لنقلة تكنولوجية نوعية داخل الدولة المصرية. سوق العمل في الوقت الحالي في مصر وعلى مستوى العالم كله متجه إلى الرقمنة ومتجه إلى التكنولوجيا، فيجب أن مصر كمان بنظم التعليم الحديثة المتطورة أنها تواكب هذا السوق، وأن هي يتم تطبيق هذا التعليم داخل الجامعات المصرية، ومش في الجامعات فقط، باتجاه أيضا للتعليم الفني في ما قبل الجامعي. وهو ده أيضا الرئيس كان مهتم به من فترة طويلة، لأن في بنية تحتية من مصانع، من استثمارات داخل الدولة المصرية بتطلب إيد عاملة ماهرة متدربة متعلمة في نفس الوقت على العمل في هذه المصانع. فالتدريب التعليم الفني ما قبل الجامعي أعتقد أنه في الوقت الحالي برضو أخذ اهتمام كبير من الدولة المصرية واهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الماضية، لأنه يبقى فيه سوق العمل أيادي مهرة متعلمة على أعلى درجة من الكفاءة، قادرة على أنها تعمل بشكل كبير في هذه المصانع وفي هذه الأماكن الجديدة. على الجانب الآخر هنجد أيضا اهتمام الدولة بالثقافة بشكل كبير في كافة المجالات. يعني لو شفنا لعقود طويلة كان في إهمال في مجال الثقافة بشكل كبير جدا، ما كانش في اهتمام بالمراكز الثقافية المتواجدة في المحافظات، ما كانش فيه اهتمام أيضا بالأعمال الثقافية والأعمال الدرامية اللي هي بتزيد من وعي المواطن وتساهم في إعادة بناء الشخصية المصرية وتصحيح المفاهيم بشكل كبير للمواطنين المصريين. احنا في الوقت الحالي طبعا من عام 2014 احنا شايفين ان الدراما المصرية اختلفت بشكل كبير، وده اللي نويت عنه أيضا وزيرة الثقافة في إطار حديثها من خلال الشركة المتحدة. بالفعل هناك أعمال فنية في الوقت الحالي غيرت من مفاهيم العديد من الشباب وصلحت المفاهيم المغلوطة بشكل كبير جدا عند فئات كثيرة من الشعب المصري. احنا في الوقت الحالي بنواجه حملة شرسة من الحرب، من حروب الجيل الرابع، محاولة تزييف الحقائق، تزييف التاريخ، محاولة ضرب الثوابت المصرية، محاولة تغيير الهوية المصرية وتغييب الوعي لدى المواطنين المصريين. فبالطبع الأعمال الدرامية في الوقت الحالي كان عليها دور كبير جدا من أجل تصحيح هذه المفاهيم وزيادة الوعي عند المواطنين، وخاصة
عند الشباب المصري أيضا مراكز المراكز الثقافية الاهتمام بيها بشكل كبير أصبح من خلال الندوات والمحاضرات وإظهار أيضا المواهب لدى الشباب اللي متواجدة في كل المحافظات. وأعتقد مع التطوير والتحديث في جذب كبير لعدد كبير من الشباب في العديد من المحافظات. على الجانب الآخر اهتمام أيضا بالشباب من خلال مراكز الشباب والاهتمام بالشباب والرياضة بشكل كبير. وهو احنا شايفين في سيادة الرئيس تحدث انه في عام 2014 تم وضع خطة لتطوير وتحديث 4000 مركز شباب على مستوى الجمهورية. طبعا مراكز الشباب كانت في العقود الماضية ايضا كانت مهملة بشكل كبير، وهو ده اللي احنا شفناه. حتى شفناه في من خلال الدراما والاعمال الفنية كانت بتصور صورة المراكز الشباب بشكل حقيقي على الارض. فتم تطوير مراكز الشباب في كل محافظات الجمهورية، 4000 مركز شباب تم تطويرهم، ادخال فيهم العديد من النظم الرياضية الحديثة اللي هي تهتم بالشباب وتهتم بالمهارات الأساسية عن للشباب أيضا من أجل طبعا الرياضة. ده شيء مهم جدا بالنسبة لتنمية الوعي وتصحيح المفاهيم، لأن كل ما الشاب يبقى عنده رياضة حقيقية أو بيمارس الرياضة بشكل حقيقي أعتقد أن ده أيضا بيبعده عن هي متعلقة طبعا ببناء الإنسان المصري، الفكر، الثقافة، وأيضا في بناء الإنسان صحيا ورياضيا. الذكاء الاصطناعي والرقمنة يا أستاذ جميل دي كلها تخصصات جديدة تم الإشارة إليها، أهمية أن احنا نهتم بكل هذه التخصصات لمواكبة سوق العمل العالمي، وفي نفس الوقت نطور بقى من مجتمعاتنا ونطور من سوق العمل علشان يواكب الحداثة. هو ده اللي بيطالب بيه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ فترة طويلة، الاهتمام بالتعليم، التعليم في مجال الرقمنة وأيضا التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. احنا في مرحلة العالم بيتطور حولنا، مصر دولة كبيرة، مصر دولة رائدة في المنطقة، ويجب أن يكون هناك أن مصر تواكب كل التطور التكنولوجي اللي بيتم على مستوى العالم. احنا شايفين في الوقت الحالي في عدد كبير من الشركات الأجنبية لديها فروع كبيرة في مصر، فيجب على الشباب المصري والتعليم ان هو يخرج شباب قادر على انه يتعامل مع التكنولوجيا الحديثة في مجال العمل، في سوق العمل المصري وفي سوق العمل على مستوى العالم ككل. يعني الشاب قادر على هذه المواجهة. ده عن طريق ايه؟ عن طريق التعليم، وعن طريق التعليم المتخصص، وعن طريق ان الطالب ايضا الاختيارات يجب ان تكون مناسبه لسوق العمل، ان هو ما يختارش اي تخصص بعيد عن سوق العمل في الوقت الحالي او في المستقبل حتى. فالاتجاه العالم بيتجه للرقمنه، العالم بيتجه للذكاء الاصطناعي، مصر لازم يكون ليها دور مهم جدا في هذا المجال. زي ما قلت ان مصر دوله رائده في المنطقه، ودوله اعتقد ان مصر تمتلك والشباب المصري يمتلك القدرات والامكانيات القادرة على التطوير والتحديث بالاستمرار ومواكبة كل التطور التكنولوجي اللي احنا على مستوى العالم ككل موجود ايضا، والامكانيات موجودة داخل الدولة المصرية. احنا في مرحلة حالية يعني الدولة بتسعى الى بناء الشخصية المصرية انها تبقى قادرة على الوعي بشكل كبير، عندها الوعي بشكل كبير، وقادرة أيضا على مواجهة التحديات وأيضا مواكبة التطور العلمي الحديث اللي موجود على مستوى العالم في الوقت الحالي. لهذا السبب الرئيس بيدعم بشكل كبير جدا كل هذه المجالات. الرئيس هدف أساسي دي في المرحلة الحالية هو إعادة بناء الشخصية المصرية بالشكل الصحيح عشان تقدر الدولة تتقدم أكثر وأكثر. نعم، بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ جميل عفيفي الكاتب الصحفي، بشكرك يا فندم.